بقايا اليوم من لا عزاء لهم العملاق المدفون. هذه الأخيرة جعلته يحصد جائزة نوبل للأدب في العام 2017. إنه كازو إيشيغورو الذي شكلت مؤلفاته تعبيراً عن أزمة الهوية. نال إيشيغورو جائزة نوبل بوصفه كاتباً بريطانياً، لكنه في الوقت عينه ياباني الأصل. عكست رواياته انطباعاته عن يابانه الخاصة التي غدرها حين كان عمره 6 سنوات. لكن علاوة على أزمة هويته، تميزت أعمال إيشيغورو بالقلق والخوف والأسف وما يسمى بتقاطعات الذاكرة. فإيشيغورو يرى أن الحياة فوضى، لا يمكننا بتاتاً أن نسيطر على مجرياتها. فهذه الفوضى كما يرى إيشيغورو تسير بالإنسان بعكس طموحاته وتجعله هائماً بين نهايات متعددة. وعليه فأن قسوة الحياة والأحلام المجهضة تصبح نتيجة بديهية، ولذلك لا يشكو أبطال روايات إيشيغورو من هذه النتيجة لتأكدهم من أن لا خيار أمامهم سوى قبولها. هذا النموذج عن الأحلام المجهضة، وهي حلم إيشيغورو نفسه بأن يصبح عازفا موسيقيا، يقدمه لنا في شخصية عازف البيانو في روايته من لا عزاء له. العزاء لا وجود له في الحياة، يجزم إيشيغورو بذلك. لكن كيف؟ يجيبنا إيشيغورو عن هذه المسألة قائلا: إن الناس، ولأنهم بحاجة إلى قدر من خداع الذات، فإنهم يجدون دائما مهربهم في الفن والعلاقات والعمل وغيرها. يمكن القول إن إيشيغورو نجح في تصوير الفرص الضائعة والغربة في الحياة، حيث المصائر المشتركة هي ما يربط جميع البشر على اختلاف ألوانهم وجنسياتهم وطوائفهم ومعتقداتهم أيضا. ولذلك يعبر إيشيغورو عن رغبته في كتابة رواية عالمية من الحياة الإنسانية. ترى ماذا قصد بذلك؟ هذا ما يقوله: أنا كاتب يرغب في كتابة روايات عالمية. ما هي الرواية العالمية؟ أعتقد أنها ببساطة الرواية التي تحتوي على رؤية للحياة ذات معنى وأهمية لأشخاص من خلفيات متنوعة حول العالم. الأمر يتعلق بأناس يتنقلون عبر القارات، لكن يمكن جمعهم بسهولة في مكان واحد صغير.